هو المشروع بتاعنا بيتكلم عن محاكاة دعاء بشري، بيعمل كل حركة جسم الإنسان. الدعاء من 3 مفاصل: الكتف، الكوع، المعصم. ويكون في نفس الوقت وضعك انا اعرف ازاي اتحكم فيه بسهوله. طبعا عملناها بفكره الاير ماسل اللي هو العضله الهوائيه اللي بيخش لها وتنقبض، ما عملناش بفكره المواتير عشان المواتير بيكون القوه بتاعتها قليله ضعيفه. المشروع المفروض ان هو جهاز تكميلي او تعويضي لمرضى ضمور العضلات. المفروض احنا دايما المصابين بالشلل او اللي عندهم فقدان لاحد اطرافهم، طبعا ممكن ان هو يركب طرف صناعي. احنا عاملين حاجه شبه الطرف الصناعي ولكن هي مشابهه جدا لذراع الانسان او لاطراف الانسان بالفعل، بحيث ان هو يقدر ياكل بيه ويشرب بيه حتى لو هو اصلا ما عندوش اي ذراع، او لو عنده ذراع والذراع ده فيه شلل او فيه بتر او فيه اي شيء، لا هو يقدر عن طريق نظام الكتروني ذكي جدا ان هو يقدر ان هو يتحكم في الذراع دوت ويقدر ياكل ويشرب بيه ويمسك بيه اي حاجه. في البداية خالص كان الكلام ده جه أكتر من سنة، جت الفكرة اللي هو ندور على حاجة في المرض ده لأنه منتشر في العالم اللي هو مرض ضمور العضلات ده. فأنا كنا لازم يعني كلنا إن احنا ندور على حل ليه أو زي وسيلة مساعدة للمريض ده، لأنه خصوصا المرض ده ملوش علاج في العالم. فأنا أبسط يعني الوسائل اللي ممكن أقدمها للمريض ده إن أنا أوصل له وسيلة تكيف مع الحياة يقدر تساعده بيها. مرض ضمور العضلات هو مرض جيني، بيبدأ يحصل تدهور في الحالة العضلية بسبب خلل جين دستروفين، اوكي؟ فبيبدأ يحصل ان الألياف العضلية ما بتبقاش متماسكة، فيبدأ يحصل لها تليف، ومع الوقت بيبدأ يحصل تدهور في العضلات بالنسبة للمريض لحد ما يوصل لمرحلة ان هو ما يقدرش يتحرك. فكرنا ان احنا نستخدم شريحة اسمها شريحة أردوينو. شريحة أردوينو دي هو عبارة عن كمبيوتر صغير جدا في حجم كف اليد، المفروض الشريحه دي بتبرمج، بتحط عليها برنامج، والبرنامج ده متوصل بجويستيك زي بالظبط الجويستيك اللي ممكن اي انسان مثلا او اي طفل يقدر ان هو يلعب بيه عن طريق صوابعه. فكرنا ليه في الجويستيك؟ لان بمنتهى البساطه مريض ضمور العضلات او اللي عنده فقدان في احد الاطراف بيبقى صعب جدا ان هو يحرك اي جزء في جسمه ما عدا مثلا صوابعه. فاحنا قلنا احنا مش محتاجين من جسم الانسان الا صباع واحد او صباعين، عن طريق الصوابع دي يقدر ان هو يعني يحرك جويستيك، وبعد ما يحركها هيقدر ان هو يحرك دراعه بالكامل. بدانا فيها كتجارب واحده لحد ما قدرنا ان احنا نصنع عضله، العضله الواحده تقدر تشيل 40 كيلو، ومن خلال النقطه دي احنا ممكن نخلي الانسان مش بس يقدر ان هو يتحرك، لا ممكن نستخدمها كمان في الاندستريال ابلكيشن او في التطبيقات الصناعيه، بحيث ان الانسان يقدر ان هو يشيل اوزان ثقيله ويحطها من مكان في مكان او في الحياه الصناعيه. مريض الضمور بيوصل في المراحل الأخيرة إن هو ما بيقدرش يتحرك. المريض ده بيحتاج معاه 2 مرافقين يساعدوه، فطبعا ده بيوفر له حاجات بسيطة زي مثلا هو يقدر يمسك حاجة، يشرب مية، يمسك أكل مثلا، أو إن هو يقدر يمسك جورنون، يقدر يمارس حياته، يعني يديله جزء من إنسانيته ولو بالقليل. يعني 12 فرد احنا خدنا اكتر من جايزتين، الحمد لله خدنا 3 جوائز بالظبط في الموضوع دوت. يمكن اهم جائزه فيهم هي جائزه المنطقة العربي الابداعي طلابي 16، ده كانت على مستوى الوطن العربي كله، كانت تقريبا 57 مشروع من 10 دول عربيه. الحمد لله احنا قدرنا نوصل للمركز الخامس فيهم، ميداليه برونزيه والدرع من المنطقة العربي الابداعي.